أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين ومتابعينا في برنامجنا عيدنا غير. بداية أقولكم من العايدين الفائزين وكل عام وأنتم بخير. طبعا اليوم حلقتنا أكيد بتكون مليئة بالأسئلة والمسابقات وأيضا الجوائز، وبنهاية الحلقة بيكون عندنا السحب على عدة فائزين. بداية نرحب معنا بعمو شعبندر. أهلا وسهلا عمو شعبندر. أهلا وسهلا بيكي شيماء، وأخبارش وعلومش وأيامش، وكيف العيد اليوم معاش؟ الحمد لله العيد اليوم أفضل وبيكون أجمل مع مشاركات الأطفال معانا في البرنامج. أكيد أكيد أكيد، ولا تنسوا يا صغاري كيف تشاركون معانا، وقليلهم يا شيماء كيف تشاركون معانا؟ طبعا طريقة المشاركة أصدقائي الصغار هي عن طريق الاتصال بأرقام الهاتف الموجودة أسفل الشاشة. طريقة الاتصال عن طريق الاتصال بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. وطبعا ننوه الملاحظة أنه الاستماع يكون عبر الهاتف أو الجوال، ونغلق صوت التلفزيون. نسمعهم من فين؟ من التلفون. أيوة. يا سلام يا سلام. أكيد. والآن يا شيماء خلينا أيضا نرحب بأصدقائنا الجمهور، أصدقائي الصغار اللي نحبهم يحبونا كتير كتير، ونقول لهم مرحبا بكم أصدقائنا الصغار في برنامجنا عيدنا غير. أنا عمو شعبندر ورحب بكم في حلقة هذا اليوم. وخلونا الآن يا صغاري نحكي لكم حكاية جميلة، والحكاية يا صغاري اليوم تتكلم عن الأمانة، ولازم الواحد يا صغاري يكون أمين حتى لو كان مش اسمه أمين. وخلونا نبدأ الحكاية يا صغاري ونقول بسم الله. كان يا مكان في قديم ذاك الزمان، كان هناك ولد اسمه حاتم، وكان والد حاتم يا صغاري رجل غني واسع الثراء، وكان يعطي ابنه كل يوم مبلغ كبير يا صغاري من المال كي يشتري له. ماذا يشتري له يا مشع بندر؟ يشتري له يا صغيرتي من المدرسة كل ما يشتهي نفسه. يا سلام. وفي يوم من الأيام يا صغاري وهو في المدرسة رن الجرس يا صغاري كي يتناولون الطعام والشراب ويرتاحون قليلا. وماذا حصل بعد؟ حصل يا صديقتي شيماء بين الحصص الدراسية ذهب حاتم إلى المطعم المجاور للمدرسة كي يشتري له ما لد وطاب من الطعام والشراب. وفي طريق عودته سمع حاتم طفل صغير يا صغاري ينادي عليه. ماذا فعل حاتم؟ قال حاتم في نفسه وهو يسير مسرعا مبتعدا عن هذا الطفل: يا إلهي، طول هذا الوقت يلاحقني الفقراء كي أعطيهم المال، ألا يشبع هؤلاء المتسولون؟ وإذا بالطفل الصغير يسرع حتى وصل، يركض مسرعا يا صغاري حتى وصل إلى حاتم وأمسك بيده يجره إليه. لماذا يجره إليه؟ سحب هاتم يا صغيرتي يد هذا الطفل الصغير بسرعة وهو يصرخ بوجهه قاضبا: اذهب عني اذهب عني أيها الفقير. وقف الطفل الصغير أمام حاتم والدموع تملأ عينه، ومد يده إلى حاتم كي يعطيه محفظة نقوده، وهو يقول له: أنا لست متسولا، لقد وقعت منك محفظتك هذا في المطعم ولحقت بك إلى هنا كي أعطيك إياها. نظر حاتم يا صغاري إلى محفظته ثم وضع يده يتفقد محفظته فلم يجدها، فأوطى حاتم رأسه خجلا من هذا الطفل الصغير الأمين الذي اتهمه بالتسول، ثم قطع وجهه بكفيه خجلا من نفسه ومن هذا الطفل الصغير يا صغاري. أخذ حاتم محفظته وأخرج منها بعض النقود ووضعها في جيب الطفل الصغير، لكن هذا الطفل الأمين رفض هذه النقود وأخرجها من جيبه وعادها إلى حاتم. قال له: أنا لا آخذ ثمن أمانتي أبدا. شفتوا كيف يا صغاري؟ إن صديقنا الصغير
الطفل الذي أوجد هذه الأمانة ثم بحث عن صاحبها ورجعها إليه. وعليكم أنتم يا صغاري أن تحافظوا على الأمانة وترجعوها إلى أهلها. وأنت يا شيماء إيش استفدتي من هذه القصة؟ أول حاجة أنا بشكرك كثير يا عمو شعبندر على القصة اللي منها فوائد كثيرة، اللي منها الأمانة وإرجاع الأمانة إلى صاحبها وإنه إحنا نبحث عنها، وأيضا أهم حاجة إنه ما نسيء الظن في الطرف الثاني. طيب يا عمو شعبندر نستقبل أول اتصال في حلقتنا لهذا اليوم، جاهز؟ جاهزين مع أصدقائنا الصغار، جاهزين. أصدقائنا المشاهدين نستقبل أول اتصال ونقول ألو. مرحبا بحار. ألو. هلا بحار، كيفك؟ الحمد لله. بحار من فين تكلمنا؟ ها؟ من وين تكلمنا؟ من تعز. يا حيا وسهلا بأهل تعز، ونقول لكم كل عام وأنت بخير لأهل تعز كامل من قناة حضرموت الفضائية. طيب يا بحار. وأنت بخير. وأنت بخير يا بابا، كم عمرك؟ كم؟ 14. ما شاء الله. بحار جاهز تدخل معنا على السحب وتشارك بالمسابقات اليوم؟ ايه. اوكي طيب نبدا يا كنترول ونشوف العجلة اليوم ايش بيكون حظك يا بحار. تمام. اوكي الان بنشوف مع بعض. طيب بحار نقول مع بعض للكنترول وقف. بس اول حاجة بعد من 1 إلى 3 وراح تقول عيدنا غير بصوت عالي. ها؟ بعد من 1 إلى 3 بعدين بتقول عيدنا غير، اوكي؟ كيف عيدنا معه؟ شوف انا حقول 1 2 3. انا بقول 1 2 3 وانت بتقول عيدنا غير، تمام؟ تمام. قول عيدنا غير. عيدنا غير. يا أيوة سلام يا سلام. نشوف وقف كنترول. اوكي بتظهر معك يا بحار. أوكي. صورة وشكل. ايش الصورة الموجودة الان في الشاشة؟ ايش تشوف قدامك يا بحر؟ آدم بحر. طيب يا بحار. بحار تسمعني؟ نعم. اوكي ايش اكثر حيوان تحبه؟ ايش اكثر حيوان تحبه؟ القط تحبه. قطة. القطة. طيب انت تشوف الان امامك ايش من حيوان؟ قطة. قطة ولا كلب ولا نمر؟ قطة. متأكد؟ ايه. ايش لونه؟ ايش لونه؟ رمادي؟ رمادي ولا بني؟ كيف؟ رمادي. رمادي. طيب حنمشيها، انا شايفه لون ثاني بس يلا. اوكي يا بحار. طيب يا عم شعبندر. ايوه اوكي نسمع باقوى صوت ونسمع له تحيه البحار. الف 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 مبروك يا بحار، ودخلت معانا على السحب يا بحار. يا سلام، سلومي لملومي لملام على صديقنا الزين. اوكي يا بحار الف مبروك وفزت معانا ب اوكي يا بحار بتفوز معانا وبتدخل السحب ان شاء الله في نهايه الحلقه على الجوائز. خليك متابع للشاشة وإن شاء الله يا رب تكون فاز. طيب يا الحين نستقبل اتصال ثاني وبيكون مع مشع بندر. تفضل يا مشع بندر. ألو مرحبا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك سارة. أهلا. ألو سارة. آه أيوة. كيف حالك؟ كيف عدن؟ الحمد لله. كيف الأجواء في عدن وكيف العيد عندكم؟ مريحة سارة. أيوة. سارة مستعدة تلعبي معانا؟ ايوه ايوه. يلا قولي معانا عيدنا غير. عيدنا غير. يا سلام، لملومي سلومي لملام سلوم. طيب يا سارة صديقتنا سارة نبدأ الآن ونقول للكنترول فين العجلة؟ طبعا في عدة اوكي في عندنا عدة ألعاب الآن ظهرت معانا اللعبة اللي هي أوجد الاختلافات بين الصورتين. سارة تشوفين الشاشة؟ ساعديني. أوكي نبغاك تشوفين إيش الاختلافات بين الصورتين، إيش الاختلافات اللي موجودة في نحلة يمين وفي نحلة يسار، إيش الفرق بينهم الاختلافات صديقتنا سارة؟
تسمعيني؟ القلوب. شوفين الشاشة الحين؟ هنا قلب أحمر. أوكي، هنا قلب وردي، أنا شايفته وردي. أوكي، وهنا قلب أزرق. تمام، أول اختلاف. إيش ثاني اختلاف؟ والخدود. والخدود صح. وإيش كمان؟ باقي في الذيلة صح يا سارة؟ أيوة والذيلة. والذيلة. ونسمع لك يا سارة أحلى تحية، وبتدخلي معانا السحب إن شاء الله. تابعينا إلى نهاية الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكوني واحدة من الفائزين معانا لهذا اليوم. نسمع لها أحلى تحية. يا سلام، لملومي لملام على صديقتنا الزين. ألو، مرحبا. ألو أسامة. مرحبا أسامة. أسامة مرحبا. ألو مرحبا. هلا وعليكم السلام. معك محمد أسامة. يا حي محمد أسامة. محمد ممكن توطي صوت التلفزيون؟ محمد ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون؟ أيوة. أوكي يا محمد. طيب محمد، من فين تكلمنا؟ من إب. من إب، يا هلا وسهلا بأهل إب. اليوم ما شاء الله الاتصالات متنوعة، من عدن ومن تعز ومن إب، وإن شاء الله على إقبال باقي المحافظات. طيب يا محمد، إن شاء الله من تهني بالعيد؟ محمد مين تهني بالعيد؟ قناة حضرموت. تهني قناة حضرموت، وطاقم قناة حضرموت كلها يهنوك ويهنوا أهل إب. طيب يا محمد، جاهز تلعب معانا؟ أيوة. طيب بس قبل كذا أبغى أسمع منك عيدنا غير بأعلى صوت. طيب حاول. أوكي، بعد من 1 إلى 3 وأسمعها منك. أوكي، 1 2 3 عيدنا. الله، إيش الحماس هذا يا محمد؟ محمد يلا قول الكنترول وقف. ألو محمد. محمد قول الكنترول وقف. أيوة، قول وقف يا كنترول. وقف يا كنترول. يا سلام، الله. والمسابقة الصورة المتشابهة. طبعا في عندك صور، احفظ مواقعها يا محمد، تمام؟ لأنه حتختفي الصور، بعدين راح نقول لك فين موقع كل صورة، تمام؟ تمام. يلا الآن حتبدأ تختفي الصور أمامنا. بدأت الأولى تختفي. أوكي، ركز. ها، طيب البومة فين كانت؟ أيوة. شفت الصورة الحيوان الآن، الطائر اللي ظاهر؟ فين كان؟ إيش من رقم؟ في عندك أرقام صح؟ في عندك صورة صح؟ أيوة. أوكي، هذا الطائر فين كان موقعه؟ 6. متأكد؟ أيوة. أنا سمعت أهله يغششونا، يعني الإجابة مضمونة صحيحة. ونسمع لك يا محمد ألف تحية، مبروك يا محمد، ودخلت السحب معانا في حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكون أحد الفائزين. يا سلام، سلومي لملومي لملم على صديقنا الزين. كملنا يا شيماء، أصدقائنا ذكيين ما شاء الله عليهم. أكيد. وطيب نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. مرحبا يا حامد. ألو. يا حي يا حامد. كيفك؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ بخير. ما شاء الله، من فين يا حامد؟ من وين؟ من مكلا. يا حي وسهلا باهل مكلا. حامد، ها، رحت اليوم الفعاليه حق الصباح ولا لا؟ لا. اليوم كان في فعاليه الصباح. انا سمعت تقولي وطي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون. سمعت انا تقولي اليوم الصباح وكان في حلو. أكيد عاودنا، بس الصباح اليوم كان في فعالية في المكلا. أيوة. إيش كان في؟ كان نقول حاجات حق العيد. حاجات العيد، بس اليوم كان في فعالية. اليوم كان في البخمري فعالية. البخمري يا شيماء صح؟ ما دل. البخمري اليوم كان في مناسبة البخمري، ما سمعت عنها؟ لا. ولا رحت؟
شيماء. شيماء. حامد. شيماء. لا اهلا يا عم شعبندر. لا اصلا شوي نحب الباخمري ايام، نحب الباخمري وعيبنا الباخمري، حتى انا اليوم في روحة المكله. أيوة. اشتريت لي كيس يا كبير باخمري. يعني حضرت الفعاليه اليوم؟ اكيد حضرت، حتى استورت هناك فينا. ايوه يا صديقي انا حامد. حلو. تاكل باخمري ولا لا؟ لا لا. ما تاكله؟ ها؟ تاكل باخمري؟ حضره. كيف؟ حضره. خلاص يا عم حندخلك الآن ونشوف اللعبة معانا ونشوف إيش حظك اليوم معانا يا حامد. الله، شوف عندك شكلين بيظهروا على الشاشة، في فروق بينهم، نبغاك توجد لحنا إيش الفرق بين الصورتين. تمام؟ طيب. جاهز؟ أيوه. أوكي نبدأ نشوف. طيب أوكي، بنشوف الآن صديقنا الكنترول إيش الفرق بين الصورتين يا حامد. حلو. أيوة أسمعك يا حامد. اسمي حامد عفان. كيف؟ حامد عفان. حامد. طيب نشوف أول فرق في اللابتوب، إجابة صحيحة يا حامد. وش في اللابتوب؟ أيوة في اللابتوب. صديقنا الكنترول قال خلاص حنمشي ونساعدك يا حامد. أول ولسانه صحيح، وإيش عاده برضه؟ وحق شعره. حق ايوه عدون اللي هناك. صحيح يا حامد، والف الف الف مبروك يا حامد، ودخلت معانا السحب اليوم ان شاء الله. انتظرنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظرنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله يا رب تكون احد الفائزين معانا بجوائز اليوم. شيماء. جوائز اليوم متنوعه واكيد كثيره. طيب تفضلي يا عم شعبندر. شيماء خلينا ناخذ اتصال الان، ومعنا رندا. الو رندا. الو رندا. مرحبا رندا. الو. ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. من العايدين وكل عام انتم بخير. وانتم طيبين ان شاء الله. كم عمرك يا رندا؟ كم عمرك؟ 7. الو رندا. رندا من وين؟ من المكلا. يا اهلا وسهلا بحي المكلا. رندا مستعده تلعبي معانا؟ ايوه. ولا يعطينا بصوت رافع عيدنا غير عشان الدور العجلة. عيدنا غير. طيب حابين احنا نسمع صوتك اليوم. اوكي؟ اه؟ نبغى نسمع صوتك اليوم، نبغى نشوده منك. ما بقدر حلوقي. حلوقك يحافظ عليك وعلى حلوقك، ألف سلامة، ما تشوفين شر إن شاء الله يا رب. طيب الحين بنشوف صديقنا الكنترول ايش مجهز لنا. طبعا صديقنا الكنترول مره متعاون معانا، فغيرناها عشان حلوقها اهم شيء. طيب ونقول وقف يا كنترول، صوره وشكل. نشوف الان ايش الصوره اللي موجوده معانا. طيب ايش الصوره اللي تشوفينها يا صديقتنا؟ صديقتنا تسمعينا؟ ايوه. ايوه ايش اللي تشوفينه قدامك؟ ما عندي ظهور لسه، حاليا راح يظهر. طيب انت كيفك مع الحشرات والحيوانات الصغيره والاشياء هذه؟ تخافي من الصراصير؟ ايوه. تخافي منها؟ ايوه. طيب في حاجه زي الصرصور كذا مره عاده تخوفنا، تخلينا الفأر. يس. طيب ايش اللي موجود قدامك؟ الفأر. الفأر ولا القطه ولا قرد؟ الفأر. اوكي الفأر، ونثبت عليها يا كنترول، وإجابة صحيحة، وتدخلي معانا السحب إن شاء الله اليوم، منتظرين لنهاية الحلقة. يا سلام، لملومي لملومي لملام على صديقتنا الزين. يا طيب نستقبل اتصال ونقول ألو. مرحبا مريم. مريم مريوم. أيوة. يا حيا صديقتنا مريم، كيفك؟ تمام. إيش أخبارك، من وين يا مريم؟ من الديس. يا حيا وسهلا بأهل الديس، كم عمرك يا مريم؟ 10. من تعاودي يا مريم؟ و من تعاودي؟ من تقولين كل عام وانت بخير؟ خالاتي. اوكي. الاخوان. اوكي، عاد احد؟ ولا بس؟ عماتي وصحباتي. ما شاء الله تبارك الله يا مريومة. طيب مريومة جاهزة تلعبي معانا اليوم تدخلي السحب؟ طافي الفرقة. طافي الكهرباء. طيب خلاص ولا يهمك، عيوني لك. صديقنا الكنترول يقول
صديقنا الكدرول حاب انه يسمع صوتك اليوم، ايش رايك تنشدي لنا يا مريومة؟ ايه؟ نبغى انشودة منك. اهلا يا عين، ما حب من حب العين، هي 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 هي. الله يا مريومة، شكرا لك والف الف 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 مبروك، دخلتي معانا على السحب اليوم وان شاء الله تكوني احد الفائزين. طبعا نذكركم انه بيكون الاتصال عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة، خليكم عند الشاشة ولا تروحوا بعيد يا اصدقائنا الصغار، وان شاء الله تكونوا فائزين معانا يوميا طيلة ايام عيد الفطر المبارك. ونروح الحين لفاصل ونرجع، خليكم معانا. وعودة من جديد بعد الفاصل أصدقائنا الصغار، لنواصل معاكم باقي فقراتنا وباقي مشاركات الأطفال معنا لهذا اليوم، ونستقبل اتصال ونقول مرحبا عبد الرحمن. أهلا عبد الرحمن، يا هلا. طيب في مشكلة صارت مع عبد الرحمن، نستقبل اتصال آخر ونقول أهلا فاطمة. فاطمة صديقتنا فاطمة، مرحبا يا فاطمة. الو، اين انت؟ يا هلا هلا فاطمة. فاطمة تسمعيني؟ اه. كيفك فاطمة؟ اه. ارفعي صوتك، ارفعي صوتك. الو، ايوه معاك يا فاطمة، ارفعي صوتك. فاطمة مرحبا. طيب من فين يا فاطمة؟ من المكلا. يا حية سهلة فاطمة، كم عمرك؟ 11. ايش سويت اليوم؟ وين روحتوا؟ ايوه وين روحتوا يا فاطمة؟ فاطمة ايوه، نبغى نسمع صوتك، نبغاك تنشدي. انا نسمعك. ايوه انشدي لنا، احنا ابغى اسمعك. يلا كوي، غششوك يا اهلك الان، اي انشودة؟ رحنا عودنا. رحتوا عود. طيب اسمعيني، طفي صوت التلفزيون بالريموت واسمعيني من التليفون، قصري صوت التلفزيون، وطي واسمعيني من التليفون من الجوال. ما سمعي انشوده؟ ما انا ابغى انشوده، اي انشوده، اي انشوده بمناسبه العيد. فاطمة؟ أيوة. يلا انشدي. وطيته. كيف؟ وطيت التلفزيون. وطيت التلفزيون، وهذه تحية عشانك سمعتي الكلام يا شاطرة. يلا فاطمة انشدي لنا احنا. ألو. أوكي يا فاطمة. ألو. ألو. وعشان أصدقائنا الصغار والأطفال و بسبب المشاكل اللي تحصل عند بعض الأطفال بالاتصال وأيضا مطفي الكهرباء، ممكن الحين راح ندخلك السحب يا فاطمة، بقول لك ألف 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 مبروك وإن شاء الله تكوني معانا في السحب لهذا اليوم. انتظرينا يا فاطمة إلى نهاية الحلقة وشوف إن شاء الله راح يطلع اسمك يا رب. بقية الصغار المشاركين راح تشاركوا معانا عن طريق الاتصال بأرقام الهاتف، ونستقبل اتصال ونقول مرحبا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، ايش اخبارك؟ الحمد لله بخير. يا هلا، من فين يا خديجة؟ من المكلا. من المكلا، يا حية سهلة بأهل المكلا. ايش سويت اليوم؟ رحنا نعاود عند الأهل. اوكي، وأمس ايش سويتي؟ أمس نعاود. أمس تعودون واليوم تعاودي؟ اه. طيب كم طلعتي عيدية؟ قدك يومين تعاودي، كم طلعتي؟ خديجة خمسة ألف. خمسة ألف ما شاء الله، خلاص ألفين لي وثلاثة ألف لك. ونا 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 أبغى تقول شيء. آه نسينا عم شعبندر، كم تعطين عم شعبندر يا خديجة؟ ألفين. بتعطينا ألفين؟ يا سلام، والله أنا نحبش فينا يا خديجة كتير كتير. وين داركم يا خديجة؟ نبغى عندي بيس فينا شفينا والله.
خديجة عمو سعبندر يبغى يجي يزوركم يعاودكم. يجي يا حياه. وأنا أجي؟ تعالي. يا حيا سهلة. يا سلام يا سلام، أصدقائنا كتير يحبونا ويحبون مشاركاتنا معانا. ويا صديقتنا خديجة. خديجة؟ نعم. بغيتش الآن تشدين لنا غنية والله أنشودة حلوة. يعني عن العيد. أيوة عن اللي يحب قلبك. عن أي شيء اللي تحبينه انشدي لنا. يلا خديجة. خديجة. ألو. يلا نبغى نسمع صوتك. انشدي. غني. خدويا. ألو. أيوة نسمعك يا خديجة. تسمعين يا خديجة؟ ألو. أيوة معك. العيد وعيدنا وفي المحبة تجمعنا غنينا ورحبنا. يا حافظ يا حافظ. السلام عليك يا خديجة. خلاص يا خديجة أنت تعبانة شكلي كل حاجة. نقول لك ألف 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 مبروك عليكي ودخلتي السحب معانا اليوم إن شاء الله وتفوزي معانا اليوم بإذن الله وتكوني أحد الفائزين في السحب لهذا اليوم. وطبعا بيكونوا في أكثر من فائز إن شاء الله. خليكم معنا أصدقائنا صغار ولا تنسوا الاتصال والمشاركة. اللي يسأل كيف ممكن يشارك تظهر أرقام أسفل الشاشة تدقون عليها وإحنا رح نرد عليكم وندخلكم معنا بالمشاركة والمسابقات. ونسمع اتصال ونقول أهلين إسلام. ألو مرحبا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا إسلام. أهلين. كيفك يا إسلام؟ الحمد لله تمام. إيش أخبارك؟ الحمد لله. من وين؟ شحر. من الشحر. آه. يا حية يا حية والنعم بأهل الشحر. إسلام فيه. سمعت قصة اليوم؟ لا ما سمعتها. كان كهرباء طافية. يا دي الكهرباء. طيب يا إسلام اليوم إحنا كعمو شعبندر حكى لنا قصة عن الأمانة وعن رد الأمانة إلى أصدقائها. أنت لو كنت ماشي مثلا أو كنت في المدرسة. أيوة. ولقيت فلوس إيش تسوي؟ لازم نتخبر يعني. تتخبر عنها. طيب وبعدين وش تسوي مثلا؟ من تعطيها مين؟ نعطيها المديرة. أوكي يا إسلام ما شاء الله تصرف صراحة جدا جميل، صح يا عمو شعبندر؟ يا سلام سلومي لملومي لملام، والله انه تصرف صح وصحيح ويا سلام على هذه الأطفال، ولازم يا أطفالي إذا حصلتوا أمانة وإذا حصلتوا أي شيء تخبروا عليها وتخبروا عليها وشوفوها حق من وصلوها لأهلها. الله، طيب يا إسلام جاهزة معانا تشاركي بالمسابقة؟ أيوه. أوكي، أنا هقعد من 1 إلى 3 واسمع منك عيدنا غير. تمام. اوكي جاهزه؟ ايوه. بكل صوتك. تمام. ايوه. اوكي 1 2 3 عيدنا غير. الله ونشوف يا كنترول العجله. ايوه الان راح يكون عندنا عجله فيها عده مسابقات. لما نقول لصديقنا الكنترول وقف بنشوف ايش حظك اليوم معانا يا اسلام. تمام. اوكي نشوف ونقول وقف يا كنترول. وقف. اوكي عندنا اليوم كلهم بينشدوا معانا. اسلام. آه. كيف صوتك؟ صوتك كيف؟ يعني نص ونص. نص ونص. طيب نبي نسمع منك انشودة. لا بغينا انشودة منك يا اسلام. انا اشيد. أيوة أناشيد أغاني اللي تبغينه. حق العيد. حق العيد. العيد رمضان كله أي شيء. ماشي يعني نبغي كبيرة. جالسة تخيريني تبغين عيد تبغين رمضان أخش تقولي لي ماشي. طيب تمام. أنا أبغى نشوف تتصرفي يا إسلام. هلا هلا هلا. باين. عشان هلا هلا المرتين هذه راح تفوزي معانا وتدخلي السحب معانا يا اسلام. الف 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 مبروك يا صديقتنا. ونواصل اصدقائنا معانا استقبال الاتصالات في حلقتنا لهذا اليوم ونقول مرحبا خديجه. خديجه تسمعينا؟ الو خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام خديجه كيف حالك؟ الحمد لله. بالعيدين وكل عام انت بخير. بخير.
خديجة مستعدة تلعبي معانا؟ شكرا طافي الكهرباء. يا سلام. طيب خديجة. طيب يا خديجة. إيش رأيك تجيبي لنا إحنا نكتة؟ نكتة؟ بغيت نضحكني. ماني هفضلة. طيب خديجة. طيب شعر. لحظة. في تغشيشات الآن، تغشيشات الأهالي. شيماء، تعالي يا أختي غششيني، تعالي يا شيماء. شيماء نبغى بسمع صوت صديقتنا. طيب بجيب نكتة. خلاص استقرت على نكتة. مرة واحدة عيون. أيوه. شافت دار بيضة وفيها رجال أسود، قال سبحان الله حتى الدار فيها شمع. اوكي يا صديقتنا خديجة. اوكي يا صديقتنا خديجة. شيماء والله صديقتنا ضحكتنا احنا كتير والنكتة نعجبتنا خلتنا حتى نضحك. انت داري يا عم شعبندة، المشكلة انا اذا وصلت الضحك خلاص شوي يوقفنا صديقنا الكنترول شويتين ويقول لي خلاص وقفي شيماء الضحك. طيب يا صديقنا يا عمنا شعبندة، اكيد صديقتنا خديجة ايش بتكون داخلة معنا في السحب؟ ونكون نقول الو مرحبا لمحمد. يا هلا محمد. ها محمد يا هلا. يا هلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ما شاء الله، كم عمرك يا محمد؟ كم عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة، ما شاء الله عليك يا محمد. نبغى نسمع صوتك في الأناشيد. نبغى نسمع صوتك في الأناشيد. أناشيد؟ ما أعرف أغاني. طيب يا محمد. أخوك الكبير عمره كم؟ أخوي الكبير؟ ومن واحد. عندك أخ اسمه نادر؟ أيوة. أوكي نوجه له تحية، إيش رأيك؟ نوجه له تحية لنادر أخوك؟ كيف حالك يا أخوي؟ طيب يا محمد جاهز تلعب معانا؟ جاهز تلعب معانا؟ أيوة. أوكي بنعد من 1 إلى 3 وتقول معنا عيدنا غير، أوكي؟ واحد اثنين ثلاثة عيدنا غير. الله يا محمد، ونشوف الكنترول إيش اليوم بيكون حظك يا محمد. محمد يلا قول للكنترول وقف. قول للكنترول وقف. كيف؟ قول للكنترول وقف ستوب. سنترا والله قول الكنترول وقف. الكنترول العجلة جالسة تدور، قل لها وقف يا كنترول. وقفي شطب على الكنترول، وقفي. اوكي انشودة وغني خلاص. محمد يا محمد. محمد من؟ انا بغيت بسمع صوتك. انا عمو شعبندر حبيبك. عمو شعبندر. عمو شمندر. عمو شعبندر. يا محمد. محمد عمو شعبندر. كيف حالك؟ تمام. انا بغيت بسمع صوتك اليوم. بغيت بسمع صوتك. اسمع صوتك. صوتك انت بسمع. غني انا غني انشد. غني. ايوه ما نعرف غنينا. لازم تغني وبسمع صوتك، انه صوتك ما شاء الله حلو باين حلو. طيب يلا صوتي حلو. خلاص معنا. طيب نكتة. نكتة يا محمد. نكتة. وهذا ما نقدر نغيره. نكتة. طيب نكتة نفسه. أنا أشوف من أو أنا نكتة. أسمع صوت محمد إنه شوية كده من الأطفال اللي هم رسميين وكده ويقولوا هذا لا هذا كده، فعشانك يا محمد. تمام. أيوة. نشوف الكنترول يغير اللعبة ونشوف لعبة أخرى. باي. يلا عشانك يا محمد. يلا مستوب يا كنترول. أيوة. وقف. اوكي ظهر معانا صور واشكال، بيظهر عندك امامك يا محمد في الشاشة شكل، تقول لنا ايش الشكل اللي ظاهر، والشرط الثاني انا تقول لي ايش لونه. يعني بغيتونا الشكل اللي قدام نقول لكم ولونه. ولونه وايش هو؟ طيب اوكي. طيب يا محمد صف كم انت؟ صف كم؟ صف سابع. طيب احكي لي اليوم الصباح كان في فعالية صح؟ فعالية
ما انت داري. اوكي نادر ما اخذك مره ثانيه خليه يشلك ما. خلاص يا محمد اليوم كان في فعاليه الصباح. ايوه. اوكي ايش اللي قدامك يا محمد؟ مثلث. مثلث ايش لون المثلث؟ ازرق. متاكد؟ الو اوكي. يا سلام. طيب متاكد تلون على المثلث؟ ها؟ اوكي واجابه صحيحه يا محمد والف الف مبروك وبتدخل معانا السحب ان شاء الله لهذا اليوم. انتظرنا لنهايه الحلقه وان شاء الله يا رب تكون رابح معانا احد الجوائز التاليه. الو مرحبا. الو يا هلا مريم. الو مروه. الو مروه. ايوه كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كم عمرك يا مروة؟ 12 سنة. كم يا مروة؟ أيوة. يا سلام 12 سنة حياة حلوة. ايش فيها يا شيماء ان الواحد يكون عمره 12 سنة وما شاء الله. شيماء مروة. الو مروة. أيوة. مستعدة تلعبي معانا؟ أيوة. يلا قولي معانا بصوت رافع عيدنا غير. عيدنا غير. يا سلام لملومي لملم. ونشوف الكنترول ايش بيكون حظك معانا اليوم يا مروة. في عندك شكلين بيظهروا على الشاشة تشوفين ايش الفروقات بينهم. تمام يا مريم يا مروة؟ ايوه. اوكي طيب في عندنا شكلين ايش الفرق بينهم؟ مروة من فين؟ من الشحر صح؟ ها؟ مروة من الشحر. ايوه. اوكي رحتي عودتي اليوم ولا لا؟ عودتي اليوم؟ ايوه ايوه. طيب يا مروة تشوفي قدامك شكلين ايش الفرق بينهم؟ النظارة. النظارة واحد. ايوه وايش برضه؟ النظارة. ايوه النظارة صحيحة. وايش الثاني؟ ايش كمان؟ اللي عند السكان قدامه ماشي واحد منه موجود. ايوه هذا واحد منهم مو موجود. واجابه صحيحه معانا يا مروه والف الف الف مبروك صديقتنا مروه. الف مبروك بتدخلي معانا السحب ان شاء الله اليوم وانتظرينا لنهايه الحلقه عشان تشوفي ان شاء الله انك تكوني فائزه معانا. ونستقبل اتصال اخر ونقول الو. مرحبا سلوى. هلا. يا هلا كيفك؟ خير. ايش اخبارك سلوى؟ اه. كم عمرك؟ عمري 3 سنين. ها؟ 3 سنين؟ لا 8. 8. اوكي طيب جاهزة يا سلمى تلعبي معانا يا سلوى؟ ها؟ سلوى جاهزة تلعبي معانا؟ ايوه. اوكي نشوف صديقي ذا الكنترول ايش بيختار اليوم من لعبة ونبدأ. طيب قبل كذا ابغى اسمع منك عيدنا غير بأعلى صوت. تمام سلوى؟ تمام. نبغى نسمع منك عيدنا غير. بس كيف؟ بس يلا 1 2 3 عيدنا غير. يا سلام لملومي لملام. يا سلام وقف يا كنترول. شيماء ايوه عم مشعب بندر. انا بلعب معاها اليوم. اليوم اليوم عندنا الاناشيد والغناء ما شاء الله جدا اصوات. طيب يا سلوى غني لنا احنا. ها؟ بغينا نسمع صوتك غني. ما هي عن الغنية. كيف؟ ما معي غزة. ما عندك أنشودة؟ ما معي. تحفظين إيش من المدرسة؟ أه. إيش تحفظين معاه من المدرسة؟ بقرأ. بتقرأي؟ أيوة. يلا اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله عليها ما شاء الله باين أنها حافظة القرآن الكريم. أكيد يا عم شعبندر. والحين نستقبل اتصال ونقول ألو. مرحبا عمر. صديقنا عمر مرحبا. مرحبا عمر. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عمر كيفك؟ بخير. العايدين كل عام وانت بخير. السلام عليكم. إن شاء الله يا رب. كم عمرك يا عمر؟ 10 سنين.
جاهز تلعب معانا؟ ايوه. اوكي، ونشوف الكنترول ايش اليوم بيكون حظك، ان شاء الله يكون شيء غير الاناشيد. اوكي نشوف يا كنترول. ها الان بنشوف ايش حظك معانا يا عمر. استوب يا كنترول. ها اوكي، كيفك بالرياضيات يا عمر؟ ها كيفك بالرياضيات؟ تمام. يلا ولا يهمك، حنساعدك الكنترول حيساعدك. اوكي، في عندنا 5 + 1 كم يساوي؟ بس 6 أو 2 أو 4. رياضيات. 5 + 1 كم حيكون عندنا؟ 6. متأكد؟ أيوة. طبعا رياضيات سهلة ها عشانك دحين. بنشوف يا كنترول إجابة صديقنا عمر 6. اوكي، وإجابة صحيحة، ألف 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 مبروك يا صديقنا عمر، ودخلت معانا السحب، وإن شاء الله يا رب تكون معنا فاز. نذكر أصدقائنا المشاهدين والمتابعين إنه بإمكانكم مشاركتنا، فيديوهاتكم ومشاركات الأطفال، والآن نستعرض بعض مشاركات وفيديوهات أصدقائنا الأطفال من عبر اللي أرسلوها لنا عبر الأرقام وعبر الواتساب. اوكي نشوف الآن. خير، عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. يميلكم الدكتور رامي بافيام من جمهوريه الصين الشعبيه وقطعه تشانشو مدينه جيلين. كل عام وانتم بخير. هني بابا وماما بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. سالم ياسر بايع شوت، عمار ياسر بايع شوت، وهذا خالد ياسر بايع شوت. من عيد كل عام وأنتم بخير. يا سلام، لملومي لملومي لملام على أصدقائنا الحلوين اللي شاركوا معانا، وشوف رأيك يا شيماء. وطبعا أيضا مشاركات المشاهدين والمتابعين نستقبل، سواء كانوا صغار سواء كانوا صديقات، أي مشاهدات لكل الفئات نستقبلها بكل حب وبكل رحابة صدر، وكمان متحمسين إن احنا نشوف مزيد من الفيديوهات لكم في كل مكان. لا تنسوا ترسلوها لنا عبر الواتساب وخلونا نشارك الفرحة. وطبعا أوجه تحية لكل اللي شاركوا معنا ونورونا وظهروا معنا بمشاركاتهم الجميلة، وكل واحد منهم شارك معنا نقولكم كل عام وانتم بخيرين، عاد عليكم بألف صحة وعافية وسعادة يا رب. والحين يا عمو شعبندر نطلع فاصل ونعود بعد ذلك لأصدقائنا المشاركين لنواصل باقي مشاركاتنا. فاصل ونواصل. وعودة أصدقائنا الصغار، والحين راح نكون معاكم في الفقرة اللي الكل مستنيها، اللي بنشوف معانا الفائزين من المتصلين اللي كانوا معانا اليوم. وبيكون معانا بحلقتنا لهذا اليوم 10 فائزين، كل فائز بيكون له جائزة جميلة إن شاء الله. نختار أول فائز معانا بأول مبلغ مالي 10,000 ريال يمني، مقدمة من تلفزيون حضرموت. وأول فائز معانا
أوكي، سارة عبد الله هيثم من محافظة عدن، ألف ألف مبروك يا سارة. مبروك مبروك يا سارة، مبروك يا سارة، ألف مبروك يا سارة بالمبلغ المالي. ونشوف الفائز الثاني أيضا، ونشوف مين سعيد أو سعيدة الحظ الثاني اللي حيفوز معانا. حامد الحكيمي من مدينة المكلا، ألف ألف مبروك يا حامد، سلام، بمبلغ مالي 10,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت. مبروك مبروك يا حاد محمد، مبروك. أوكي، ونشوف الفائز الثالث. متحمسين أكيد يا أصدقائنا الصغار، من بيفوز معانا؟ أوكي، والثالث فائز عندنا إسلام بنت حمام من الشحر، ألف ألف مبروك يا إسلام. أنا حبيت صراحة الحظوظ المتنوعة اليوم من الشحر وعدن والمكلا. نشوف عدن كان أوكي، ونشوف الرابع بالفائز أيضا معانا بمبلغ 10,000 ريال يمني، خديجة سالم من المكلا. خديجة سالم من المكلا، ألف ألف مبروك يا خديجة. مبروك مبروك يا خديجة، مبروك. ونشوف مبروك الفائز الخامس، وندور وندور ونشوف مين 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 يا أصدقائنا الصغار اللي فاز معانا الخامس في عيدنا غير. مروة سالم من الشحر، أيضا مروة سالم من الشحر بتكون هي الفائزة معانا ب10,000 ريال يمني. وآخر فائز بالمبالغ المالية بنشوف من هنا الحين، راح نشوف محمد صالح الباشا من المكلا فائز بمبلغ 10,000 ريال يمني. مبروك يا نادر، مبروك يا مروة، هذه تحية خاصة لنادر. بنشوف معانا الآن بيكون الجوائز مرة رهيبة لأصدقائنا الأطفال. اللي حيفوز بيفوز بخمسة كوبونات، يعني مو حيفوز بكوبون واحد، بيفوز بخمسة. الكوبونات هذه مقدمة من سباركي لاند في مكان مول، واللي فازت معانا بخمسة كوبونات من سباركي لاند فاطمة محمد مول الدويلة من المكلا، ألف ألف مبروك يا فاطمة بخمسة كوبونات لك ولعائلتك الجميلة. يا سلام، لام لم لومي لم لام علينا كمان. يا سلام، لسه في خمسة كوبونات من سباركي لاند. ونشوف مين 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 مين. اوكي، الحين نشوف، الحمد لله انه طلع ولد عشان اقول سباركي لاند ولد وبنت. واللي فاز معانا بخمسة كوبونات مقدمة من سباركي لاند في مكان مول، عمر محمد من المكلا. عمر محمد، عمر ألف ألف مبروك يا عمر بخمسة كوبونات. اوكي، من سباركي لاند عمر. ونشوف الآن الفائزين معانا أيضا بخمسة كوبونات من المدينة المائية أمازون أكوا بارك. نشوف من، طيب حنشوف من أصدقائنا اللي شارك اليوم معانا. سلوى أيمن بالرهيدان من المكلا، ونشوف مع بعض مين سلوى. ألف 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 يا صديقتنا سلوى على خمسة كوبونات مقدمة من المدينة المائية أمازون أكوا بارك. ألف مبروك يا سلوى لك أنت وأهلك وأصدقائك. سلوى لا تنسين تشلينا معاش. وآخر فائزة معانا بخمسة كوبونات مقدمة من المدينة المائية، حنشوف مين. الله، أنا حبيت التنوع. محمد أسامة من محافظة إب، محمد أسامة من محافظة إب فاز معانا بخمسة كوبونات مقدمة من المدينة المائية أمازون أكوا بارك محافظة إب. تعال يا محمد، وأهلا وسهلا فيك أنت وأهلك وقبائلك كلكم، تعالوا عندنا، تعالوا أيام البلدة عشان ما تفوتون أيام البلدة. عاد إحنا نسحب، خلصنا السحب يا أصدقائي. طبعا أصدقائنا الصغار الجوائز كامل راح تسلم لكم بعد انتهانا من تصوير البرنامج اللي يكون بعد عيد الفطر المبارك. كل يوم بيكون معانا 10 فائزين، وكل يوم بيكون معانا جوائز متنوعة، وكل يوم بيكون في معانا مبالغ مالية. إن شاء الله يا رب تكونوا أحد الفائزين معانا. طبعا حاولوا تتصلوا مرة مرتين ثلاثة، الأرقام بتكون ظاهرة أسفل الشاشة وكمان موجودة في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
في كل الحسابات موجودة الأرقام وطريقة المشاركة، وكمان منتظرين مشاركاتكم وفيديوهاتكم الجميلة ومعايداتكم، ترسلوها لنا عبر رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. عموش عبندر، بنكون بكذا وصلنا وإياك وأصدقائنا الصغار ومتابعيننا من كل مكان إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نامل أن نلقاكم غدا نفس الموعد ونفس المكان إن شاء الله، والعديد من الجوائز والمسابقات. نلقاكم بكرة وأشوفكم على خير. إلى اللقاء أصدقائي. إلى اللقاء.